لماذا تركته يأخذها؟ أنا، أنت الذي ألقيتها. أوه، كان سريعاً. هل هذا سنجاب؟ هيا. الأومنيتريكس. جدي، ماذا تفعل هنا؟ الصيد. سمك السلور كثير في الليل. بين أوقعك في مشاكل؟ لا تتركيه يلعب كثيراً، إنه لا يتحكم في الوقت. حسناً يا بيلي، وقت الذهاب للبيت. أعطني الأومنيتريكس. لم يسر الأمر جيداً. ما الذي يحدث؟ الزمن الفضائي يستمر في الانهيار. هناك خطأ والجدول الزمني ربما يحافظ عليه. لا أعرف ما تعنيه، لكن علينا أن نحصل على الأومنيتريكس قبل بيلي. إذن بيلي ضرب إكسلريت الليزر وفتحت بوابة وستنتقل بين الأزمنة؟ نعم، لابد أن لها علاقة بسرعة إكسلريت أعتقد. لما لا تتوقف عندما تحصل على الأومنيتريكس؟ لا أعرف، نتسارع بسبب الأومنيتريكس، نقفز إلى البوابة، ولكن الماضي لا يعود كما كان. لا يهم من معه الأومنيتريكس. لا يهم من معه الأومنيتريكس، إنها المشكلة. ربما يجب أن لا تكون معك. ربما يجب أن لا تكون معي. ليس أنت أنت، أنا أنت. تمزحين معي صحيح؟ أنت بن المستقبلي، فقدت الأومنيتريكس لأن بن السابق لم يأخذها. لو بن السابق وجدها يعود كل شيء إلى أصله. إذن نحصل على الأومنيتريكس ونعطيها لبن السابق. حاول يا فتى المستقبل. أوكي، نأخذها ونعيدها إليك في الماضي. سهلة. ليس بهذه السرعة. لن تستطيع مواجهة بيليوز الآلي. انتظري هنا، سأتعامل معه. لا تقدر على إيقافي يا تينيسون. هاي، اترك ابن عمي المستقبلية وحده. أوه، ثقيل. أصبحت الآلية الأحمر الكبيرة لثانيتين فقط. حتى السنجاب حصل على أشياء أكثر. فلترجع وتتركيني أحكم العالم. الأومنيتريكس مهمة لي. للساعة طاقة قوية، وهي تهم من يحصل عليها أولا. هذا الولد مزعج جدا، ويذكرني أنني أحتاج بن الخاص بي. أو سينجو، أنت كوميدي جدا. بن. ماذا؟ جوين، ماذا حدث لك؟ ذراع آلية؟ هل لي بواحدة؟ لا يجب أن يحصل على الساعة. استرجع الأومنيتريكس. هذا أنا. لماذا أصارع بيلي؟ ما الذي يطير حولنا؟ اسمع، ليس عندي وقت للشرح. ثق بي، تحتاج أن تستعيد هذه الساعة. المستقبل يعتمد عليك لتصبح بطلاً. بطلاً؟ لست بطلاً، لا أجيد الأعمال المنزلية. متفقة معك، لكن واضح أن العالم له أفكار مختلفة. أنت يا أنا، أمسك. لا تستطيع فعلها يا بن، كن بطلاً. أجل. أحسنت يا أنا. وين؟ ها؟ يجب أن أقول لك شيئاً. سوف تصارع بليبليونز، لا تتحول لآلي سريع. ستصنع بوابة زمنية سيئة. اتركي الأومنيتريكس. انتظري، ماذا قلتي؟ لأن الآليين قادمون. إذن ماذا تنتظر يا بطل؟ لقد انتظرت هذه اللحظة طويلاً يا بيلي. آخر مرة تلهو فيها معي وأنا أعمل يا تينيسون. لنقم بذلك.